للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحشي. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. بلوغ عدد القتلى في التظاهرات في إيران 14 قتيلا، يبدو أن التظاهرات الآن بدأت تصطبغ بلون الدم، إلى ما يؤشر ذلك؟ في البداية تحياتي لحضرتك وأحيي السادة المشاهدين الكرام. طبعا ما شاهدناه خلال الأيام الثلاثة الماضية في تصعيد كبير واتساع رقعة المظاهرات إلى إقليم الأحواز العربي المحتل وإقليم كردستان وبلوشستان، وهذا ما أرعب النظام الإيراني ودفعه باتجاه طمع المظاهرات والتخلي عن سياسة المسايرة مع هذه المظاهرات أملا بأنه تنتهي خلال الأيام القادمة، لكنه ما حصل كان العكس، واتجهت هذه المظاهرات إلى أكثر من 22 محافظة في إيران وأكثر من 50 مدينة، ولم تشهد الحركة الخضراء في عام 2009 هذه الوسعة، كانت مركزة في بعض المدن المحافظات الفارسية ولم تلتحق مدن باقي الشعوب غير الفارسية بتلك الاحتجاجات. والنظام حتى الآن لا يزال يحاول أن يبتعد عن القمع والعنف بشكل أكبر، وكما شاهدنا في عام 2003 لم يتردد النظام وخاصة الحرس الثوري في النزول المباشر وبالزي العسكري في شوارع المدن الكبرى، لا يزال لم يحصل ذلك، والحرس الثوري لم يظهر على الواجهة. والسبب أنه هذه المرة هذه الاعتراضات والاحتجاجات تختلف عن سابقاتها. السابقة كانت صراعا بين الإصلاحي والمحافظ وكلاهما من النظام الإيراني، والنقطة الظريفة في هذه الاحتجاجات هي أن قادة الإصلاحيين كلهم طالبوا الشعب بالوقف على الاحتجاج، من محمد خاتمي إلى عباس عبدي وإلى آخرين من قادة وزعماء الإصلاحيين، طالبوا الناس بوقف هذه الاحتجاجات، يعني دعموا موقف النظام، دعموا موقف الحرس الثوري. ماذا يعني ذلك؟ هل هذا يعني أن الأمور الآن تتجه نحو حافة الهوية في إيران؟ طبعا هناك تصريح لعباس عبدي أحد كبار المنظرين للتيار الإصلاحي الإيراني، وهو معروف جدا لجميع الذين يتابعون الشأن الإيراني. عباس عبد قال بالحرف الواحد أمس في مقال له في موقع اعتراض نيوز التابع لمكتب الزعيم الإصلاحي الذي يقبع تحت الإقامة الجبرية مهدي كروبي، قال لموقع اعتماد نيوز أنه هذه الاحتجاجات الهدف منها إسقاط النظام، ستؤدي إلى إسقاط النظام وتفكك إيران بالحرب الواحد بالنص. هل من هذا الكلام إلى أي مدى يعني نلمس، ربما هل تتوقع أن يكون هناك تصعيد ومسار آخر لهذه التظاهرات، وخصوصا أن السلطة في إيران تتهم المتظاهرين وتخونهم بأنهم مرتبطون بأجندة خارجية؟ هذا ما تعودناه للنظام الإيراني منذ اليوم الأول، يعني طالما النظام الإيراني يتهم نائب مؤسس الجمهورية الإسلامية حسين علي منتظري وهو من كبار حوزة قوم لأنه اختلف مع الخميني حول ملف معين ومحدد في البلاد، ألا وهو إعدام جماعة مجاهدي خلق في السجون في عام 1988، أصبح عميل الموساد. يعني منتظري هو أحد كبار الثورة الإيرانية، يتهم بأنه عميل الموساد فيما يختلف مع النظام، فما بالك بالشعب. هذا كلام يعني الآن لم يخدم النظام فعلا، هم إذا كان هذا الكلام يخدمهم لفعلوا ما فعلوا خلال عام 2009، أرسلوا جماعات غير معروفة منقبة وحرقت ودمرت وداهمت المنشآت العامة، وقالوا أن هؤلاء أن المتظاهرون فعلوا ذلك وقمعوا المظاهرات. وبالتالي تتوقعون ربما يعني إلى أي مدى تتوقع أن تتخذ تظاهرات هذه الأيام منحا مغايرا لتظاهرات عام 2009 وتقدم السلطات على ضرب المتظاهرين وقمعهم بالقوة بقوة السلاح؟
يعني إذا كان نظام يستطيع أن يقمع هذه المظاهرات بالقوة لفعلها منذ اليوم الأول كما شاهدناه في عام 2009. النظام الإيراني الآن يعرف ويعلم أفضل من أي جهة أخرى على الكرة الأرضية أنه هذه الاحتجاجات تختلف عن سابقاتها، ولا يريد أن يصطدم مع هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات لأنها مظاهرات حقة، واعترفوا هم بأنفسهم على لسان حسن روحاني وعلى لسان أئمة الجمعة في طهران أنه المطالب الشعبية حق في هذه المظاهرات. إذا كانت سابقا مثلا في حركة الخضراء قالوا أنه هذول الإصلاحيين وهذول ما أعرف مرتبطين بالولايات المتحدة أو بريطانيا أو الولايات الاتحاد الأوروبي وغيرها من هذه التهم، لكنه الآن هم لا يستطيعون أن يربطوا الشعب بالولايات المتحدة لأنه الشعب سائر وهم يعرفون ويعلمون ذلك جيدا. لهذا السبب يسايرون المظاهرات وليس لسبب آخر. النظام الإيراني يساير هذه المظاهرات من أجل أنها لا تتسع أكثر، يعلم جيدا أنها إذا استخدم أسلوب القمع العنف الشديد فتتسع رقعتها ولن يقف أمام أمور الشعب وليس الجهات السياسية أو أجنحة إصلاحية وغيرها من التسميات. شكرا لك أستاذ محمد المدحجي المتخصص في الشأن الإيراني، كنت معنا من لندن.